بونسوار، برحب مشاهدي ال بي سي اي والال دي سي وين ما كنتوا عم بتشوفونا، واكيد تحيه لكل الاشخاص اللي بينطرونا كل يوم بمثل هيدا الوقت من نهار الاثنين لنهار الجمعه ليشوفوا حظهم مع اليوميه، اليوميه 3، اليوميه 4 واليوميه 5. قبل ما نبلش ونشوف شو الارقام يلي رح تختارهم المكنه لليله، بدنا نقول اهلا وسهلا بعضو لجنه الرقابه ومندوب وزاره الماليه، اهلا وسهلا فيك محمد حشحادي. كيفك الليله؟ الحمد لله. اذا محمد انت موجود معنا لحتى ترقب لنا صحوبتنا الثلاثه، ونحن مثل العاده بنبلش مع اليوميه 3. حضروا شبكات اليومية 3، إذا كنتم تاكسينهم على أبليكيشن LLDJ أو بمراكز ليبانيز ديجور، وخلونا نشوف أنا وياكم شو هن الأرقام الرابحة لليلة. أول طابة بتحمل رقم 1، من بعدها 5، والطابة الثالثة 1. 1-5-1. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام بشبكة اليومية 3 لليلة أنتوا ربحانين. بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 400 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري، وإذا كانوا أرقامكم حي الله القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 70 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. هلا أنا وياكم ننتقل لسحب جديد وشبكة جديدة، شبكة اليومية 4. منزيد طابة من على أكثر بالجوائز ومنشوف أنا وياكم سوا شو الأرقام يلي رح تختارهم المكنة. كمان رقم 1 أول طابة بهيدي الشبكة، 6 طابة الثانية، كمان 6، والطابة الرابعة 0. 1-6-6-0. إذا في حدا متكس هول الأرقام بشبكة اليومية 4 لليلة بيكون ربحان. ليعرف قد بيربح مصاري، إذا أرقامه مختارة بالدور القيمة يلي دفعها بيضربها ب 4000 مرة، وإذا أرقامه مختارة حيلا القيمة يلي دفعها بيضربها ب 150 مرة. هلا أنا وياكم ننتقل لشبكة جديدة وسحب جديد، شبكة اليومية 5. اثنين أول طابة، 6 طابة الثانية، 6 كمان، 8، والطابة الأخيرة بشبكة اليومية 5 لليلة بتحمل رقم 2-2-6-6-8-2. إذا كنتوا مختارين هيدا السري أو هول الأرقام أنتوا ربحانين معنا، ألف مبروك لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. إذا اخترتوا أرقامكم بالدور القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 40,000 مرة، وإذا كنتوا مختارين أرقامكم حيلا يعني مش ضروري بهيدا الترتيب القيمة يلي دفعتوها بتضربوها ب 350 مرة. خلصوا صحبتنا لليلة، إن شاء الله يكون في عنا رابحين كتار، ضروري نتأكد من الأرقام الرابحة مع أستاذ محمد. تفضل. سحبات يومية ليوم الأربعاء 10 كانون الثاني 2018، سحب رقم 503. الأرقام الرابحة يومية 3 1-5-1، يومية 4 1-6-6-0، ويومية 5 2-6-6-8-2. شكرا لك محمد، يعطيك الف عافيه. الف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا بسحب الليله، وان شاء الله يكونوا كتار. لكل الاشخاص يلي ما ربحوا معنا بنقلن بسيطه مثل العاده، كل يوم فيكم تجربوا حظكم مع اليوميه بكل مراكز ليبانيز ديجور، وايضا على الابلكيشن الجديده يلي صار فيكم تنزلوها مجانا على تليفوناتكم ان كان من جوجل بلاي او من اب ستور. انا بشوفكم بكره الله راد باللوتو بزيد واليوميه، فيكم تكسو لوتو زيد ويوميه بكل مراكز ليبانيز ديجور على الاب ستور والابليكيشن وايضا على الويب سايت. وباي باي.
قبل الفرحة مع دبل كاش باك من فرنسا بنك، كل ما استعملت بطاقتك بلبنان وبالسفر كمان. فرنسا بنك، الغد يبدأ الآن.